السلام عليكم ورحمة الله. بعد شهرين من وفاة الطفل عمر، المكتب الوطني للسكك الحديدية يقدم تعازيه الحارة ومواساته الخالصة لوالدي عمر. تابعوا التفاصيل. بعد وفاته المفجعة، المكتب الوطني للسكك الحديدية يقدم تعازيه الحارة ومواساته الخالصة لوالدي وأقارب الطفل عمر الذي توفي قبل شهرين في محطة الرباط أجدال. بعد احترامه لفترة حداد الأسرة وحفاظه على خصوصية عائلة الطفل عمر، إثر وفاته المفجعة بمحطة القطار أجدال بالعاصمة الرباط، أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغا أعرب من خلاله عن تعازيه الحارة ومواساته الخالصة للوالدين المكلومين وجميع الأهل والأقارب. وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه فور وقوع هذا الحادث المفجع حرص المكتب على أن يكون رهن إشارة السلطات المختصة لتسليط الضوء على ملابساته وتحديد المسؤوليات. كما شدد مكتب السكك الحديدية أنه يعمل جاهدا لاتخاذ كل التدابير لضمان شروط السلامة داخل المحطات وعلى متن القطارات. والأمل دعمته نشوف في الأول كان يصحب لنا الناس لقد اردت ان اكون حالة ما بغيتش ما اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه